بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن في جزء عزيز جدا من أجزاء أرض السودان الحبيب. نحن الآن في منطقة البطانة، والبطانة كما هو معلوم أرض واسعة شاسعة، سهل ممتد، تمثل مساحته نصف ولاية الجزيرة، وهو يقع شرق الجزيرة. البطانة هي أرض مكونة من عدة أودية. نحن الآن في وادي الغبية أو حجر ود العاسبيدو، وادي من أودية البطانة التي اشتهرت وعرفت بإنتاجها الغزير من الذرة الحميسي. والبطانة بالإضافة إلى الزراعة فيها هي أيضا منطقة بتاعة راعي الإبل، زي ما أنتم شايفين نحن وسط مراح من الإبل. والإبل بالنسبة لأهل البطانة وبالنسبة لإنسان البطانة هي ثروة يعتمد عليها في كثير من تأسيس وتأهيل حياة الإنسان في منطقة البطانة. فهذه الإبل التي تعيش في هذا السهل الممتد هي مملوكة لأشخاص، وهي مرحات، والمراح هنا بسموه الحركة. نحن الآن وصلت 3-4 حركات من حركات الإبل اللي هي 4 مرحات. هذا السهل واشتهر أيضا بأنه ينبت القش. نحن الآن وسط التبر والنال والصفيرة وبعض الجبين ومجلاجل وبصل الكلاب. هذه هي نوع النباتات التي تنمو في هذا السهل الخصب، هذا السهل الذي يعتمد عليه أهل البطانة في زراعتهم وفي رعيهم. نحن حقيقة سنقدم للمشاهد الكريم حلقة بإذن الله تعالى مميزة مع بعض شعراء البطانة، وهي حلقة سجلت من ضمن فعاليات منتدى البطانة الثقافي الاجتماعي في دورته 9. شارك في فعاليات المنتدى العديد من شعراء منطقة البطانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نحن ليلة سعيدين جدا نكون في منطقة البطانة، المنطقة الخضراء، المنطقة المغرفة، المنطقة صاحبة التاريخ، المنطقة اللي جابت الأدب في السودان. ونحن نشكر على القائمين على عمل هذه الدعوة، ونشكر أخواننا في تلفزيون السودان بأنهم ادونا فرصة عشان الناس تقدم أدب طيب. البطانة قال فيها عبد الله عبد الرحيم: ظهريك سابق الساري والصبيب، حتى يبليك سرب من برد البيرن سقطة، دودة سما فوق حق ظهوري، خدت جبالي جبد كجر التعول اتغتى. عندنا كمان برضو عمنا وتحسب الله وصف وصف بليغ جدا جدا، وبقول فيها يعني: فوق حدبة ملوك سحبة مزرقي خدت، سيل الساري جدول ونار عشانها همتة، والدبلك نبت كسى من عريه وضغطة، مسعود يد وكبت في القصيدة زقتة، ركب عقيد البادية بالبطاين كتة، عقب الهورة مودي كان ذي وقصطة، لقى حنتوت طب موت طير ما خبتة، هدم وشال رحى قايدة قبيلته قبطة، الراجيها تيلات من جدود تبختة، فوق ظهر اللحو ندل الجروس عطفطة،
خط الزعانة في بتاعت تبعالي البردة حلبولها دقاق لبن اللقوح بشطة شرب الضرب صوت رقق ضميرة خردت جلاها العفا وبخت الشقيقة الستة. نحن من المقدمة دي الليلة سعيدين في البطانة وسعيدين جدا في هذه الجلسة الطيبة في هذا الخريف النعمة. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بإن شاء الله ويكرم بالسودان كله ويكرمنا إن شاء الله في الوحدة بتاع السودان كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن من هنا نرسل لكل أخواننا على الغايمين على عبر السودان إن شاء الله يكون في وحدة ويكون في سودان كويس ويكون إن شاء الله في إنتاج يكفي البلد كله. ونحن اللي معانا عمر الصديق عباس شاعر البطانة وهو رجل غني عن التعريف ومعانا أخونا بابكر العوض غاني من الناس الشد وقعد ورقوا في البطانة وأخوتنا التايب التلميذ طبعا هي من باقي الكبار الفضلوا وكانت قامر كده. ونحن إن شاء الله في هذه المقدمة الطيب نسمع عمر الصديق عشان نبدأ به البطانة إن شاء الله. فرع العبل بسوق تحته بقنا فبتوق ومدير عشار فبروق السمحة الميجي بسوق ومطبع مو ملقوق ما شبح الشاق السوق دفت البجر الروق حجروك وطار الشوق شدولك باف ترتيب فوق زملا قرح ونيب يا الفرعك خاطي العيب بهدلتي صبي والشيب عقد الشارع جدودك ولف الدور لبنودك منعوا الحي مجنودك يا السمحة نادر عودك وخشم مو سباب ديس غزير مو شناب رحلوا بوعرق الصادقاب وخربوا قلوبنا خراب انشات الريل مقرقاب ديس غزير مو انشات الريل مقرقاب شدوا عليه الخباب انجد عقبار بالهباب نزلوا بالوادي بتباب وطعنات الغرام في جافي بين سرهن جرحاتي البرن عقب الظريف نوسرهن شاغني ولي مواعيد التعب قصرهن ضافرني وزمن ريشات رفيق كسرهن جميلة مناقد جل الصانع الباصرهن لا ساهن طوال شوح ولا قصرهن ضبي العنس الادرع بطون حسرهن سالمني وطبايعي براي علي خسرهن مسهر الارس وقدنونا يمر بزين فاقدل خلى قلبي حن وجسمي أليم نكد فور دشنا وجل طول هكريم سمحه وجيد باهي وحزم الهضليم وبهدلتونا يا سادة وخربتوا عقلنا بي فاكيكنا ريت كنوا منكم طولنا لابسين الغويشي وراسمين الحنا ما تحيونا يا أخوان السلام وسنة وما تخافوا الخلق كنوا بالجمال خصاكم ما تقولونا بسنن السلام نطراكم وحتى الريدة ما بنرتاح دقيقة براكم مهما طال غيابكم مستحيل نساكم. عمر صديق طبعا يعني ارتوى يمكن من البطانة وعاشر كل الناس اللي كانوا فيها وعشان الصورة تبقى كويسة جدا نحن لازم نسمع لصديقه أخونا بابكر. أخونا بابكر طبعا رجل متخصص جدا في الربابة وعنده نغمة خاصة عشان يكمل الثلاثي بشكله شايفينه قدامنا ده. نسمع بابكر منك وتر في الجهن إن شاء الله.